بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية رب. حبيباتي الغليظ، غنجاوب كل يوم على واحد السؤال تطرح بزاف 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 في القناة وعلى الخاص وفي الواتساب وبزاف، على هاد البرودوي هذا الكحلة. الكحلة أولا أنا ما كندير، كتجيني حرشة عينية ولا فيهم حساسية، حساسية بزاف بزاف بزاف، ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، دابا عامين ونص، قولوا 3 سنين دابا ارتحت من الحساسية، ارتحت منها بزاف بزاف، وكتجيني هاد الكحله زوينه 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 زوينه. كنت كنحك كنبقى نحك 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 عيني حتى يولو حمر، وصحباتي كاع اللي كانوا كيهضروا معايا في الواتساب يعني هذا، كنبقى نهضر كنبقى نحك عيني، وداك الشيء كيقولوا لي راه جرحتي عينيك وهذا، كنقول لهم راه صافي، كندير ما ورد، كندير لقطن بما ورد على عينيا، كندير لقطن بالماء الدافئ على عينيا، ما بارد، الثلج، الخيار، ما خليت، ما درت والو. ديك الحساسيه واحد، مش الصيدليه جبت عده هذا، فاش كندوز على كنمشي عند الطبيب كيقول لي عندك واحد، شوفوا راه كاينه واحد الدمعه ديال العين ديالنا فيها الماء السائل، وفيها واحد المادة الله سبحانه وتعالى دايرها لينا في دهنية في العين. قال لي الطبيب ديال العينين اللي كندوز عنده، البروفيسور، هو بروفيسور، قال لي راه عندك هذيك سميتها الدهنية ناقصة في سميتو، كيخرجها ليا كنديرها، ولكن رغم ذلك كتبقى ديك الحساسية، يعني ديك الحساسية ماشي من ديك الدمعة، يعني هذيك الخاصاني، وكندير هذوك واحد المده محدده وكنوقفها، ولكن الحساسيه بقات معايا. صافي، حتى بقيت هكا كنسول، لقيت بنتي صحاباتها وشي شي سيدات سولت معاهم ثاني هكا، قالوا لي كلشي شكروا لي هاد فلوغماغ، هاد الايلاينر، هو جيل ديال الايلاينر ماشي كحله، ولكن الناس جربوه وجربوه، الصراحه لقيت عليه راحه بزاف بزاف بزاف، يعني نفعني ما شاء الله. غادي نكمل لكم الفيديو ونهضر لكم عليه. حبيباتي الغاليات، بزاف بزاف سولوني على الكحله اللي كندير. حبيباتي الغاليات، انا ما كندير الكحله لا ديال الشلوح لا ديال العرب، لا كنت كندير هذيك الكحله ديال، كانت كدير شحال هذا 10 دراهم، واحد لاباط هكا فيها واحد الكريو، الكريو كيجرح ليا عيني ملي كندير بحال هكا كيجرح، هذاك سميتو ديالو رقيق، البانس او هذاك المرود، حنا نقول المرود ديال الكحله ديال البلاستيك، كيكون رقيق ديال هذوك العلب وكيجيني ساهل، ولكن من بعد ولات كدير لي الحساسيه في عيني، وليت كنحك عينيا بزاف، جربت شحال من كحله وليت كنحك عينيا بزاف. هنايا حبيباتي الغاليات بقيت كنسول، لقيت بزاف بزاف ديال السيدات كيديروا الايلاينر، هاد الايلاينر ديال جيل، هو ايلاينر جيل ديال فلورماغ، شتو هذا كيديرو، قلت نجرب، جربتو ارتاحت من الحساسيه نهائيا، ما بقاتش عندي حساسيه، كتبقى الكحله ديالك شاده. انا كتشوفوا هنايا راه كتقولوا السايحه، راه ماشي سايحه، راه قلت لكم في واحد الفيديو جاتني هنايا واحد هكا بحال ديك ديال الكريس ديال كتكون من الدهون، قاسها حدا عيني هنايا، وما بغيتش نمسها بزاف، وصراحه ما بغيتش نمشي ليها للطبيب، قلت خليها ما بقاش بزاف في العمر. لهذا هنايا حبيباتي الغاليات كندير هادي. انا من الناس اللي كنبغي نبان بمظهر زوين قدام راسي، ملي نشوف راسي في المرايه، واخا انا ماشي زوينه، ولكن انا كان هكا، يعني هذا هو اللي كيحسن الكحله في العين. المراه زوين لها دير الكحله في عينيها في دارها مع وليداتها، راجلها راسها راجلها، وكان ملي كان سميتو كندير الا ما كانت شي حاجه كندير الكحله في عينيها. لهذا هذه نفعتني، هاد فلوغماغ ايلاينر جيل ايلاينر، شتو هنا باش كتمسحي كتفتحي هادي، البنات اللي عندهم راه عارفينو، كتهزي منو، كيدير تقريبا ما واصلش 30 درهم، ما واصلش 30 درهم او 35 درهم، سمحوا لي راه نسيت. دابا هادي الثانيه، كملت الاولى وهادي دابا الثانيه، هنا في قلمي للاسف ما كاينش، كومونديتو عند واحد السيده تجيبو لي، ما بقاتوش،
وجابوا لي ولدي من اكادير، مشى للفلورما وجابوا لي من اكادير. زوين 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 زوين، الحساسيه كاع ديك الحكه ديال العين وداك الشيء. انا والناس انا سولت، بقينا كنهضروا بحال هكا، قالوا لي ما ديري غير ايلاينر ديال فلورما، هو ماشي كحله، هو ايلاينر كدير ولكن جا مع العين، هو اللي كنتكحل بيه. فهمتوا البنات اللي راه عارفه هذا ماشي كحله ولكن كنتكحل بيه. نصيحه من السيدات جربوه وارتحت، ما بقاش عندي ديك الحكه في عينيا، عادي. فهمتوا الكحله ديالو زوينه كتشد، هذا اسمه. وخاصه البنات اللي عندهم الشفر داكشي غيجي معاهم زوين، راه ما عنديش الشفر بزاف، ما يعني كان عندي ما بقاش مشى بحال قلت له سيلف. هذا حبيباتي الغاليات، هذا البنات تسولوني بزاف في الخاص وفي القناة وفي هذا، باش ما بقاش هذا السؤال يتكرر. هذا هو سميتو ديال الكحلة ديال العينين اللي كندير، يا ماشي كحلة ولكن انا كنديرها وتنيت عليها ارتاح. هذا حبيباتي الغاليات، البنات لقاو لي بومادة العينين نديرو، واش نديرو؟ انا هي كنديرها مرة مرة، ما بقاش كنديرها بزاف، كنديرها مرة مرة. انا يا ما كنديرش لوجهي لا ماسك دلي داكشي ديال الليل، كريمات الليل، كريمات النهار، داكشي ما كنديروش لوجهي، داكشي كامل انا قلت لكم البنات اللي كانوا كيقراو معايا قدي في العمر، دابا ملي كندخل الفيسبوكات ديالهم وداكشي النصرانيات كنلقاهم شرفو شرفو شرفو، ولا كنقول الحمد لله. كان الى جلس حداهم غادي كنبان صغيره عليهم صراحه، ما كنديرش لوجهي. وهذه خالتي، خالتي الله يحفظها ان شاء الله، كانت كتقول لنا شتو الوجه راه لا مرايه، كل ما حكيتيه بزاف وتميتيه عليه بزاف بزاف راه كلها توسخي. وهزيتها سبحان الله، انا كنهز كنبقى نهز. كيديروا دهن، كنت مره والله يعني شي مرات، ماشي نقول لكم شي ثلاثه اربعه المرات، الدهن ديال السمن ديال الماعز البلدي، ديال الماعز البلدي الماشي ديال البقر، وما يكون فيه الملح. الصحراويات من يذوبوا زبده الماعز ما يديروا فيها الملح، فهمتوا؟ ما يعود فيه الملح ويعود جديد. ملي كتشديه كديري فيه شويه الزعفران الحر وطريف من ملح في النيله، ما هي النيله اللي تنباع غبره اللي تجي كريمات اللي هيك، لا سبع الملح في النيله، كتشدي الملح في النيله راه نبيعهم في كليمين بشي 1250 درهم حتى 300 درهم، ولكن تبارك الله عدلي منها بيجامه لبسيها كتصقل الجلد، كتخلي الجلد زين. هذيك النيله، النيله راهي ما هي كاينه في اي مكان، راهي لا في جنوب في صحراء الجزائر ومالي والسنغال، هذا البلد اللي كتعود فيه النيله، احجار النيله الحره تما هنا، راه ما هي عندنا في المغرب، ما يكذب عليكم حد، راهي في صحراء الجزائر شرق شرق، ما هي عندنا. لهذا حبيباتي الغاليات، وعند طوارق طوارق العجام يلبسوها، راكم دخلوا ديروا الطوارق، ديروا العجام، ديروا ويتراوهم لابس يلبسوها، الرجال يديروها عمايم ويلبسوها دراري، والعيات يلبسوها دراري ويلبسوها ويديروها لوجههم، عن كيديروها بحال لي كرون ديال الشمس، واقي شمسي الجلد كامل. منين تدخل المرأة تعود لابستها وتشوفيها مسك احلى بالنيله، مزاكة زرقاء بالنيله، منين تدوش دير صابون الحجره وتدوش تقعد هاك 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 بيضه بيضه، يعني كان قبل طريف من النيله. وراني دايره الفيديو ديالها راه كاين في القناه، غادي نحط لكم هنايا في صندوق الوصف ونحط لكم في المنتدى ونحط لكم هذا الفيديو. كتقضي طريف من هيك النيله، الزعفران الحر، شويه دسم الماعز اللي هو دهن الماعز، سمن الماعز، ودقيه دقيه بمهراز او بحجره او بشي، دقيه دقيه لين ديك النيله تطلق اللون ديالها في ذاك الدهن، في ذاك السمن، في ذاك الدسم، وتعودي ديريه لوجهك في الليل وتباتي به، وخاصه المراه اللي كيفنها حامل توحم ونفس ولدت، يعني من بعد زياده كيحيد الكلف من الوجه والرقبه واليدين، كتسقل ذاك الزعفران الحر يدخل مع الوجه مع مسامات الوجه. وهذا الوجه كيبغي ما تفركيه بزاف،
ما تكثري عليه الدهاين بزاف، ما ديري لا حمص لا عدس لا فول لا حتى شي حاجه، خلي وجهك يرتاح، خلي وجهك يرتاح، هذا هو اللي يخلي وجهك. راه دابا تشوفوا الطافيلات بزاف من تشوفوا هانتوما شحال ما تشوفوا، غير اسمها هي داك النهار شفت واحد الصوره فيديو الاخت دنيا باطمه ابتسام بدون مكياج وجهها جرتيله، وهي بزاف صغيره ما هي كبيره، انا اكبر منها، وجهها شوها 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 شتوه بلا مكياج بلا شي، لا شوي نيفيا سوفت ياسر كيقولوا ما كتجي للوجه، انا كتجي مع وجهي، فهمتوني؟ يلا هذا هو اللي نقول لكم اليوم في هذا الفيديو على الوجه، واني بكم وراني نحبكم كاملين.